هاو تو مانسفنج مع شدق بيت من عشيرة البيكات. أول إشي حافظ على سعادة الخروف وطمنه إنه الجميد كركي، وسمعه نانسي وفرجيه هيفا مشان لحمه يرخي، ولا تفرجيه أخبار ولا ارتفاع أسعار أحسن ما يصير معه ديبريشن وشد لحمه. بعد ما تفرد الشراك وتهيل عليه الرز وتكفت اللحمة وعراس الراس، شرب وشمر وطرق أعصابك مشان الكل يزيح عن طريقك وتستفرد في الهبرات. ثم غير بكفة ايدك على الكومي بزاوية 45 كأنك غارة F-16. اغطس، اغرف، دحبر، وافلط بقوة شفط معتدلة لتتشردق وتموت شهيدا منسفيا. بعد ما تتعب ايدك من الدحبرة والزلط، خذ نفس ثم اترع ترعة خرع جمل حتى الكل يعرف انك زلمة مناسف مش فايع جنحان جاج. ميح جنبك وشخور لما تفيق جيرانك.